الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام عليك يا حبيبنا يا رسول الله. أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة الأقصى ومادة تاريخ الأمم والرسل والمحاضرة السابعة، طلابي الكرام وطالباتي الكريمات. تكلمنا في محاضرة سابقة عن يوسف، هو من المواساة خائف الله، وقيل أنه من عطية الله، وكان يوسف عليه السلام من أبناء يعقوب عليه السلام الملقب بإسرائيل، ومن أبنائه كان بني إسرائيل، كان كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فبالتالي يعقوب عليه السلام هو والد بني إسرائيل الذين كانوا 12 سبطا، وبالتالي هؤلاء هم أساس بني إسرائيل، إخوة يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كما تعلمون كان أحب أبناء يعقوب إلى قلب يعقوب عليه السلام، وهذا أدى إلى غيرة وحسد وكيد الإخوة وإلقائه في البئر، وبالتالي أمام هذه المؤامرة بيع يوسف عليه السلام عبدا رقيقا من الإسماعيليين إلى المديانيين الذين باعوه في أسواق مصر، وكذلك كانت الكارثة أو الألم الكبير هو أنه ترك حضن أبيه وأمه ووطنه وبلده، وجرب مأساة البئر، وجرب مأساة أن يكون رقيقا، وجرب أن يكون خادما في قصر العزيز، ولكن عزيز مصر، وكانت مصر في وقتها في عصر الهكسوس، عزيز مصر أيضا يعني يمكن القول أنه قال أكرمي مثواه، وبدأ يوسف عليه السلام يتعلم يعني الحكمة ويتعلم تأويل الأحاديث، ويتعلم من قبل من يعقوب عليه السلام تفسير الرؤيا والأحلام، وكذلك بدأ يمتلك خبرات إدارية وخبرات اقتصادية كبيرة في قصر العزيز. يمكن القول أنه كان 15 عام لما وصل القصر، ولكن بعدها بيعني عدة أعوام بدأ يواجه فتنة النساء، وتحديدا فتنة امرأة العزيز التي كانت تراوده عن نفسه بأنوثتها بجمالها بمالها، بأنها كانت هي من ترد أو تطلب المعصية بإغلاق الأبواب وغير ذلك. ويوسف عليه السلام امتنع لأنه أولا لأنه شيء محرم، امتنع ثانيا لخوفا من عقاب الله عز وجل وغضب يعني والفضيحة من الدنيا والآخرة، وكذلك لأن سيده العزيز كان رجل صالح، وبمعنى كان يعامله معاملة طيبة ومعاملة صالحة، فكان لا يعني لا يجوز جزاء الإحسان إلا الإحسان. وتكلمنا أن يوسف عليه السلام كان وحيدا، كان غريبا، كان بعيدا عن قومه، كان عبدا غير معروف متى يتزوج، ولكنه امتنع عن المعصية. طبعا انتشر خبر مراودة زوجة العزيز يوسف عليه السلام، وانتشر الخبر، وبدأت نساء المدينة في الغالبية يراودن يوسف عن نفسه، ولكنه امتنع وقال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وتم إلقائه في السجن بلا تهمة، ويوسف عليه السلام تم إلقائه في السجن بلا تهمة وغير معروف عدد السنين، بل إنه أذيع عليه أنه هو من اعتدى على امرأة العزيز، وبالتالي كانت تهمة باطلة وتهمة بها إجحاف وظلم وافتراء كبير على سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام في السجن بدأ، ومن قبل هو كان يدعو ويؤكد على فكر التوحيد، وبدأ يستغل
أنه يقوم بتفسير الأحلام والنصح والعمل الطيب، وبدأوا يستمعون إليه ويستفيدون من خبراته، ودائما كان يسعى دائما إلى نشر عبادة التوحيد. وعندما رأى رؤيا كل من السجينين، رأى يعني أحدهما أنه يعصر خمرة، ورأى الثاني أنه ستأكل الطير من رأسه، فبدأ يوسف عليه السلام يقول: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، لأنه سيعود مرة أخرى للعمل في قصر الملك، وأما الآخر فسيتم التأكيد على أنه شارك في المؤامرة في قتل الملك فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طبعا طلب من الذي سيكون ناجي منهما أن يذكره عند إيه؟ عند الرب أو عند الحاكم الملك، أنه ويقيل أنه مكث 7 سنين، ويعني يمكن القول أنه يعني في آراء اللي هو في الغالب هي 7 سنين، في آراء بتقول لك من 3 إلى 9، في آراء لكن يعني من 7 سنين. يوسف عليه السلام قال لساقي الملك: اذكرني عند ربك، فنسي ساقي الملك. ويقال انه هذا النسيان تسبب في بقاء يوسف في السجن 7 سنين. في يوم من الايام استيقظ الملك من نومه فزعا، شعر بانقباض واستدعى العرافين، انه راى انه 7 بقرات هزيله 7 بقرات هزيله، بقرات عجاف، يأكلن بقرات 7 سمان، وزرع 7 سنبلات خضر تنمو على الشاطئ ثم تغيب، ويبقى مكانها 7 سنبلات جافة يابسة. فبالتالي الرؤية زي ما تكلمنا كانت الرؤية في زمن الأنبياء هي شرع، ولكن في زمننا نحن هي الرؤية من أجل استئناس. وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فساقي الملك تذكر يوسف عليه السلام، وتذكر أن يوسف عليه السلام كان يتمتع بقدرة كبيرة على تفسير الرؤيا والأحلام وتفسير هذه الرؤيا. ففسر يوسف عليه السلام، وكان أمام يوسف عليه السلام أن يمتنع عن التفسير، يعني يقول: أنتم وضعتوني بالسجن ولا أريد أن أتعامل معكم. طيب، أو يوسف عليه السلام بما أنهم أضروه كان يعطيهم رؤية خاطئة وتفسير خاطئ، أو كان ممكن أن يشترط عليهم أن إذا تم تفسير الحلم يطلع من السجن، أو أنه كذلك رفض أو امتنع تماما عن المعاملة معهم. ولكن يوسف عليه السلام بكل قوة وبكل ثقة بالله عز وجل، لأنه دائما من جانب المؤمن يجب أن يكون الخير، قال: عليكم أن تزرعوا 7 سنين دأبا بكد ومداومة مع العمل، وتعطيكم الأرض غلة طيبة هي 7 سنين السمان فتحصدوه، وكذلك تدعوه في سنابله وبقاؤه في سنبله يحميه من السوس إلا قليلا، وتطحونه وتأكلون منه
ويأتي بعد ذلك 7 سنين عجاف وقحط، ولا تجود الأرض بغلة، وتأكلون أثناءها ما اختزنتموه وتركتموه في سنبله، وهذا ما قدمت لكم. فهو بالتالي أخبرهم بالتفسير وبالحلول، أنه ستأتي 7 سنين خير وسبع سنين فيها سنابل وثروة وخير وفيضان للنيل، بعدها سيكون هناك 7 سنين عجاف. هذه 7 سنين عليكم أن تدخروا من 7 سنين الأولى السمان، 7 سنين الخير للسبع سنين الصعبة. بالتالي تخالف كل ما كتب في التوراة. التوراة لا تأتي، ولكن القرآن يوضح بجلاء أن يوسف لم يرضى أن يخرج من السجن دون أن تظهر براءته كاملة من التهمة التي ألصقوه بها وزجوه في السجن مظلوما، حيث لم يركز كاتب التوراة على تبرئته، بل جعلوه بمجرد أن يستدعي الملك يسرع بالخروج من السجن. الآن يوسف عليه السلام أعطى التفسير، وكذلك نبههم أن هناك تكون مجاعة في أرض مصر، ويوسف لم يشترط أبدا في إيصال الحلول إخراجه من السجن، وأيضا لكنه رأى أنه يعطيهم كافة المعلومات مما يدل على كرم أخلاقه وحرصه على المصلحة العامة. وقال الملك أنبئوني به، فلما جاءه الرسول قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. إذن يوسف عليه السلام أراد أن تظهر براءته من قبل، فالآن الملك طلب من يوسف أن يخرج من السجن، ولكن يوسف رفض ولا يريد أن يخرج من السجن بأن يقال أنه خرج بواسطة أو أن الملك ساعده في الخروج بالسجن، ولكنه أراد أن تظهر هذه البراءة. هذه البراءة التامة عندما تظهر يخرج من السجن مرفوع الرأس. فطلب من الرسول الذي جاءه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فالملك طبعا أراد استقصاء المعلومة، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسي، قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فبعد سنين، تكلم عن 7 سنوات تقريبا أو أكثر، امرأة العزيز راجعت إيمانها وعادت وتابت وتابت إلى ربها، وقالت الآن حصحص الحق أي وجب الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني بي أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فبالتالي هنا صار لقاء مواجهة ما بين النساء وما بين الملك، وامرأة العزيز كانت بدأت تكون من المؤمنات بالله عز وجل، وأمر الملك بأن يأتوا بيوسف من السجن، وهذه المرة لم يكن الساقي ولكن ذهب وفدا خاصا من الملك، وأخبر يوسف أنه سيخرج من السجن لأن الملك طلبه وكل ما تضمنه لفظه. فلما جاءه الرسول لم يرضى يوسف أن يخرج من السجن خروجا مبطورا، بل أراد أن يكون خروجه من أجل التبرئة الكاملة، وطلب من الرسول أن يرجع إلى الملك ويبلغه كما نقول في عصرنا، وأن يعيد التحقيق في التهمة التي أدخل السجن بسببها وسماع شهادة الشهود، وهن النسوة اللائي حضرن الوليمة وقطعن أيديهن، وفي قوله تعالى إن ربي بكيدهن عليم. وجاء في الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا يعلمه إلا الله تعالى، واستشهد بعلم الله على أنهن كدنا له وأنه بريء. وبالتالي بدأ الملك
يريد أن يعني يكافئه على صبره، ويكافئه على حسن أخلاقه، ويكافئه على مظلوميته، ويكافئه أيضا على يعني ما حدث من ظلم له، ويكافئه أيضا على الحلول العبقرية والحلول المتميزة التي جاء بها يعني يوسف عليه السلام من أجل إنقاذ مصر من المجاعة. طبعا قلنا أن الملك جاء بنفسه للتحقيق بالأمر، واستدعى الشهود، واستدعى النسوة، واستدعى امرأة العزيز صاحبة الوليمة، واستدعى زوجها، وبدأ التحقيق أنه سأل النسوة عن شأنهن مع يوسف، وأن كل واحدة منهم ماذا كان دورها، وبالتالي تأكد تماما أنه مظلوم بقول امرأة العزيز: ما علمنا عليه من سوء. وأكدت النسوة أنهن راودن يوسف عن نفسه، ولكنه استعصم بالله عز وجل وامتنع عن الوقوع في المعصية. أكملت امرأة العزيز كلامها في المجلس، ولعل توجه هذا الكلام لزوجة تخبره أنها لم تخنه أبدا بالغيب، وظهر الحق واضحا، لأن الله لا يخفي كيد الخائنين. وهذه يعني عبارة فعلا قرآنية صحيحة، الله سبحانه وتعالى لا يخفي كيد الخائنين. وبالتالي ما حدث هو أن يوسف في السجن كان متمسكا بألا يخرج منه إلا بعد أن ينتهي التحقيق وتظهر براءته واضحة، وهكذا كان كلامه لتطمئن بأن زوجها لم تخنه بالغيب، وأن الأمر لا يعد كونه وسوسة النفس وانقادت لها، والنفس أمارة بالسوء، وهي لا تبرئ نفسها مما زينته، وبالتالي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. بعد انتهاء التحقيق الملك جاء بيوسف عليه السلام وطلب منه بعد ظهور براءته أن يعمل معه بعد أن يخرج من السجن، وقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فهنا طلب منه أن يكون معه في الوزارة أو في الحكم، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، والأجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهكذا توطدت مكانة يوسف عليه السلام، اختار أن يكون في وظيفة عزيز مصر وأن يكون وزيرا للخزانة، من جديد أن يكون وزيرا للخزانة. وسبق أن ذكرنا أن فرعون غير اسم يوسف إلى صنفات، وأعطاه أسنات بنت فوطيفار أو أعطاه زوجة، وولد ليوسف ابنان وسمي الاسم البكر منسي، لأن الله أنساني كل تعبي، ودعا الثاني إفرايم لأنه جعله من الثمر. وبالتالي يوسف عليه السلام أصبح ابن 30 سنة لما وقف أمام فرعون ملك مصر، والأرجع أنه بلغ من العمر 39 وليس 30. طبعا بدأ يوسف عليه السلام في خطة اقتصادية كبيرة، أولا خطة ترشيد الاستهلاك، إنه أول شيء خطة ترشيد الاستهلاك، إنه كل شيء يعني يكون بترشيد الاستهلاك، لا يكون هناك تبذير مطلقا. ثانيا سياسة التخزين، إنه يترك السنابل القمح في سنبله حتى لا يفسد، فهذا شيء برضو رائع جدا. إذن الاقتصاد، سياسة الاقتصاد، سياسة التخزين، وسياسة التبادل التجاري. أصبح يوسف عليه السلام
يتبادل تجاريا، وبدأ يأخذ من كل مدينة أو من كل مجموعة من الناس تأتي إلى البلاد حمل بعير، هذا الحمل يأخذون منه أفضل ما يصنعون. وبدأ يشجع يوسف عليه السلام المشروعات الصغيرة، بدأ يوسف يشجع المشروعات الصغيرة، والمشروعات الصغيرة بدأت تنجح وتستمر، وبالتالي كان حريص على أن يقضي على البطالة، يقضي على البطالة وأن يكون هناك يعني قوة اقتصادية من جيل الشباب وتبادل تجاري وسياسة ترشيد الاستهلاك وسياسة تطوير المنتجات وزيادة أيضا الاستثمار وزيادة اللي هو العدالة في التوزيع. كل هذه السياسات هي سياسات اقتصادية، فبالتالي أعظم اقتصادي من العصور القديمة كان سيدنا يوسف عليه السلام. طبعا بهذه السنوات السبع السمان كانت الأرض تعطي غلة كبيرة ومياه نيل متوافرة وفيضان، وكل من نبات القمح وغيره يأتي بسبع سنبلات مليئة بالحبوب، وبنيت المخازن في كل أنحاء مصر وعين لها حراسا وأمناء، وأمر بوضع أغلب المحصول في سنبله في المخازن إلا القليل اللازم للأكل. وبدأت سنوات الأجاف وقلت الأمطار وامتنعت كلية، وجاء الفيضان منخفض جدا وبالكاد تكفي مياه الشرب، واجتاح الجفاف أرض مصر وشمل أرض كنعان والشام، وعمت المجاعة. وجاء أخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم في أحوالهم وهيئتهم التي لم تتغير، ولكن هم لم يعرفوا ولم يعلموا، ولم يكن يأتي في خلدهم أبدا أنه ما زال حيا، فكان قد بقي في البئر، وكانوا أخرجوه وباعوه إلى قفلة المديانيين، والمديانيين كما قلنا أخرجوه من البئر وباعوه لقافلة الإسماعيليين المتوجهة إلى مصر، وبالتالي أصبح أهم رجل اقتصادي في مصر، وعلم منهم أن والدهم يسمى يعقوب وأنه بخير، وأن لهم أخا صغيرا هو شقيق يوسف عليه السلام لم يحضر، ولعل يوسف الصديق وجد من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، وقيل أراد أن يردهم إذ وجدوا بضاعتهم في متاعهم ظنا منهم أنهم قد وضعت خطأ. وبالتالي بدأ يوسف عليه السلام يفكر في أكثر من أسلوب. الأسلوب الأول أن يعاقب إخوته عقابا للتعليم والتربية وتزكية النفس ولتقويم السلوك. ثانيا أن دائما أن يجتمع هو وأبيه وإخوته وأخيه بنيامين، وأيضا أن يأتي بأهله ويستقر معه في مصر في نعيم رغيد. وبالتالي جهزهم بجهازهم وجهز أبو يعني القافلة، وهذا ما سوف نتكلم عنه في لقاء قادم بأمر الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وكان آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وطبعا في امتحانات غير مكتمل ينزل جدولها في قريبا جدا يوم الأحد القادم سينزل جدول امتحانات غير مكتمل، وهناك امتحانات النصفي، هناك 20 علامة من النشاط، 20 علامة للنشاط هدول علامات مهمة، 20 علامة للنشاط هناك تكاليف، وهناك 20 علامة لامتحان النصفي إلكتروني. في طبعا لمن لم يتقدم لامتحان النصفي سيكون هناك امتحان نهائي من 80 علامة زائد علامات النشاط من 20. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وكان آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.